فيرجن الاهلي السنه دي، يعني الظهور الاول طبعا لسه بدري قوي ان احنا نحكم، بس خليني حتى ده كان سؤال حلقتنا النهارده للناس. ظهر الاهلي لاول مره تحت قياده مارسيل كولر، خليني اخد رايكم في صفقات الاهلي اللي ظهرت، تقييمكم لشادي حسين جميل. وبرونو سافيو في مباراه الاهلي والاتحاد المنستيري. برونو انا اعجبت بيه من الوهله الاولى، حبه من النظره الاولى كده. أيوه. يعني بغض النظر بقى، بغض النظر عن هو حتى هيبقى لعيب كويس او لا، بس في كده بوادر بتظهر، بوادر المهاره الفرديه ما كانتش موجوده او ما شفناهاش من سنين كتير في الدوري، المهاره البرازيليه، اللعيب اللي بيقدر يدي كعب يودي احمد عبد القادر على في الوينج لوحده، لعيب بيقدر يعدي واحد على واحد بشكل بمهاره اللي هو السهل الممتنع، ودي حاجه هتمتعنا وتمتع جمهور النادي الاهلي، واعتقد ان هو عنده كتير. وحتى المركز اللي لعب فيه هو مركز رقم 10، انا بالنسبه لي كان جاي من الفيديوهات اللي شفناها ومن الكلام عنه كوينجر او كان راس حربه، ممكن يلعب راس حربه، لكن هو تواجد في مركز النادي الاهلي مع قفشه، اعتقد هيبقى في تبادل في الادوار ما بينه وبين قفشه كويس جدا. وكان في حاجه مهمه بقى شادي حسين عملها وانا لاحظتها، ان اغلب التمريرات اللي كانت جايه له كانت جايه له من خط دفاع النادي الاهلي. ليه؟ لان كان في ترانزيشن بيحصل ما بينه وما بين سافيو، شادي حسين كان بينزل، وهو المدرب لما شاف بروفايل شادي حسين بقى عارف ان هو مهاجم متحرك، هو مش راس حربه، فانا هطوع تشكيلتي واطوع افكار المهاجم المتحرك ازاي، ان انا اخليه يفتح لي مساحه وينزل بقى، هو اغلب الوقت هو اللي بيستلم الكوره على حدود منطقه جزاء النادي الاهلي، وبيدخل برونو سافيو وبيدخل طاهر محمد طاهر جوه المنطقه، فده كان بيبقى في وجود مساحه في دفاع الاتحاد المنستيري، واعتقد ان شادي هيتم استخدامه في الحته دي. لكن انا عايز اشوف النادي الاهلي معاه راس حربه، راس حربه تارجت، راس حربه هداف، واعتقد ان النادي الاهلي اللعيبه اللي موجوده تقدر تودي زي ما شفنا في مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا الموسم اللي فات، كله قال مانشستر سيتي مش محتاج لعيبه، مانشستر سيتي بياخد الدوري ومباراته كلها بيكسبها، لكن لما جه ايرلينج هالاند بقى في اختلاف كبير، لان لسه بالظبط ولسه لعيبه الاهلي تقدر تودي راس حربه في لو في راس حربه كويس، ولو شادي قدر يستثمر اللعيبه اللي حواليه وذكاء احمد عبد القادر ومهارته وجود برونو سافيو وجود بيرسي تاولا وكان هيبقى موجود وجود طاهر وجود حسين الشحات، في لعيبه كتير تقدر كراس حربه تستفيد منها. فاعتقد التجارب كانت كويسه، والتجربه حتى هو لو مش صفقه جديده، بس بالنسبه لي فرق في الملعب اثنين لعيبه، محمود متولي واكرم توفيق. اكرم توفيق هو اكتر، لا هم صفقتين انا بعتبرهم صفقتين جداد. معلومه، اكرم توفيق هو اكتر لاعب استخلاص للكره في المباراه، مع ان المباراه دي هي اول مباراه ليه بعد الاصابه. الحاجه الوحيده اللي كان اكرم لسه محتاج وقته، ده طبيعي اي لعيب في العالم هيبقى محتاج الوقت ده فيها، هو الميس باس اللي كان موجود شويه زياده لان حساسيه المباريات مش موجود، لكن غير كده هو اكتر لعيب استخلاص للكره، هو اكتر لعيب كان موجود في خط الدفاع، عمل تاكلينجات او قطع للكره. ايه السكواد الحلو ده؟ يعني ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحفظ ويحميهم من الاصابات. يعني احنا بنتكلم على سكواد الحقيقه ما يختلفش عليه اثنين، وانت عندك بره كمان يعني بره مش بس اللي على الدكه، حتى اللي مش جاهزين عندك 7-8 دوليين يعني من على الفرازه. يعني احنا بنتكلم على كواليتي لعيبه موجوده، وان شاء الله باذن الله برضه تاني باكد الاهلي ان شاء الله باذن الله هيعمل صفقه بوم هتكسر الدنيا ان شاء الله وتكون اضافه. السكواد ده خالد محتاج صفقات زي ما كان في كده نغمه موجوده ان الاهلي محتاج تدعيمات ومحتاج صفقات. انت شايف السكواد ده كان محتاج كل الصفقات اللي كان السوشيال ميديا او الاعلام بيتكلم عنها؟ بص انا تو بي فير، انا واحد من الناس اللي وقعت في الخطا ده، ان انا قلت ان الاهلي محتاج صفقات، لان انا ما حطيتش في حساباتي انه في عدد كبير جدا من اللعيبه المميزه اللي هترجع من الاصابات واللي هتريح من الاجهاد الكبير اللي كانت بتعاني منه. لما بداوا يرجعوا من الاصابات، ولما بدات اشوف المباريات الوديه، ولما بدات يعني اقعد امسك ورقه وقلم واكتب التشكيل بتاع الاهلي بعد الاصابات والاجهاد والكلام ده كله، شفت انه لا، انت الاهلي ما كانش محتاج صفقات بقدر ما هو كان محتاج، يعني زي الكلمه اللي انت قلتها دي اللي انا كنت بقولها لنفسي، عودة عمرو السولية هي صفقة جديدة، عودة أكرم توفيق هي صفقة جديدة، عودة عمار حمدي هي صفقة جديدة، كل اللعيبة التوب كلاس اللي رجعوا تاني للتشكيل وجاهزين ان هم يبريفورم بالتوب كواليتي بتاعه هي صفقة جديدة 100% بالنسبة للأهلي. الصفقات اللي ضمها الأهلي وإن كنت شايف ان هو كان محتاج تدعيم في مركز واحد، لأنه أنا مش مؤمن قوي بموضوع التوظيف، أنا مؤمن بموضوع التخصص، وفي الحالات الاستثنائية نوظف. أيوة. تمام؟ أنا كنت مؤمن إنه الأهلي محتاج بلاي ميكر. ليه؟ قفشة بيحصل له دروبات كتير بدنية. البدني بيأثر على الجانب الفني،
فكنت محتاج واحد يعمل روتيشن مع قفشه بشكل مستمر عشان تريح قفشه عشان تعمل له الروتيشن المطلوب ده. برونو سافيو قدر يعملها بشكل، عشان كده بقول لفاروق اشكرك لانه اكتر واحد مميز بالنسبه لي، وان مش هحكم عليه برضو لسه ولا على مارسيل كولر ولا على اي حاجه. يعني مارسيل كولر مثلا في المباراه فكره الترانزيشنز اللي كان بيعملها اللي كان فاروق بيتكلم عليها من 4-2-3-1 ل 4-4-2 في الحالات الدفاعيه، وال 4-4-2 مش ثابته، مره بتلاقي شادي حسين هو الوينج رايت وطاهر محمد طاهر هو اللي جوه، مره بتلاقي احمد عبد القادر هو البلاي ميكر وبرونو سافيو هو اللي في الوينج، فكان في روتيشن كبير جدا في الملعب. الفكره في ده ان انت عندك لعيبه بتعرف تلعب في اكتر من مركز، ولكن فكره التخصص مش التوظيف، الاهلي كان محتاج بلاي ميكر بس. خلاص الميركاتو خلص، مفيش بلاي ميكر جه لحد دلوقتي. برونو سافيو هو الخيار الامثل للروتيشن مع محمد مجدي قفشه. ردا على سؤال فاروق، لا الاهلي بالشكل ده مش محتاج خالص. بس انا براهن على صفقه ثانيه تبقى ما حصلتش باذن الله في ميركاتو يناير باذن الله. مش يناير؟ لا يناير. اوكي يناير. وشايف المعلومات انت مخبيها ولا ايه؟ لا بص، هو يعني انا كنت مستعجل جدا على الصفقه، وكان نفسي تحصل قبل بدايه الموسم، لكن قدر الله ما شاء فعل لاسباب كتيره جدا ما تمتش. بس شايف انه ده خير، وشايف انه ده افضل، لانه الظروف لما تيجي تعمل صفقه ممكن جدا. بالذات لما تكون اجنبي، سيبك من الصفقات المحليه، كل انديه ممكن تعمل صفقات محليه في ميركاتو يناير، لكن الاجنبي الخامس بتاعك وكل الانديه تقريبا خلاص يعني عملت صفقاتها بالزبط. انت شفت الخواجه كمان، يعني مستر كولر شاف القماشه اللي معاه، قعد جربهم في 7-8 ماتشات، عارف هو عايز ايه، فاهم او ايه الحته اللي ناقصه في البازل عنده عايز يقفلها. السوق كمان بتاع يناير في اوبشن ما كانش موجود عندنا كنوادي في مصر بقالنا 3 سنين، هو التزامن. انت دايما كل موسم انتقالات عندك بيحصل بتكون الانديه او المسابقات الثانيه قفلت قوائمها وابتدت مسابقاتها، فعشان تفاوض نادي انه يسيب لك لعيب هو بيلعب بيه مستحيل، قصه صعبه جدا.